مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ده بدأ التفكير فيه سنة 55 في مؤتمر باندونج اللي حضره الرئيس عبد الناصر مع عدد من قيادات العالم الثالث، عمالقة العالم الثالث نهرو وشو إنلاي ونكروما. في هذا المؤتمر لاحظ نهرو اللي هو كان أكثر ثقافة وأكثر خبرة من القادة الآخرين إن هم محتاجين من يبدي لهم المشورة في موضوعات هامة، فأنشأ لجنة اسمها اللجنة الإفريقية الآسيوية للشؤون القانونية، مقرها لغاية النهاردة مقيمة مقرها نيودلهي، وبعدين بقت منظمة، كانت لجنة وبعدين بقت منظمة. المنظمة بعد بضع سنوات وجدت برضو إن كثير من الدول العالم الثالث محتاجة إلى خبرة قانونية، فأنشأوا هذا المركز في القاهرة من 40 سنة، عمرو في مركز في طهران، في مركز في ماليزيا، في مركز في نيروبي، وبدأ من هنا المركز إنه هو بيعمل من 40 سنة. بعد ما بدأ المركز يعمل ووطد أقدامه وبقى في إقبال عليه، الدكتور محمد أبو العنين وهو كان راجل الحقيقة عنده رؤية ثاقبة وخبرة طويلة، هو اللي قرر أن يعمل هذا المؤتمر ليه؟ عشان نجيب العاملين في هذا المجال ويتبادلوا وجهات النظر كما نرى الآن ويوصلوا إلى نتائج، أو على الأقل تزداد معرفتهم ببعض خفايا الموضوعات التحكيمية. والحقيقة يعتبر نجاح حائر. بعد الدكتور أبو العنين ما توفى أنا توليت، استمريت عملت مؤتمر سنة 10 هنا في شرم الشيخ، فين خلاص متفق عليه الرأي في العالم أنه المهم قانون البلد أن يطبق، ثم بعد ذلك الأطراف لهم أن يقرروا ما يرغبون في المحكمين وبيخلصوا أعمالهم أكتر، يعني التحكيمات بتبقى أسرع من القضايا التي يزورها القضاء العادي.